بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من سيرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، واليوم نتكلم إحدى أمهات المؤمنات، إحدى أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها إنها أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، وتلقب بأم المساكين، بتلقب أم المساكين. اسمها زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. اسم أمها هند بنت عوف بن الحارث ابن حماطة، وكانت من أكرم العرب أصلا ونسبا. أم المؤمنين وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، لكن من جهة أمها. ولدت زينب رضي الله عنها قبل البعثة في مكة ب13 سنة تقريبا، يعني قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، أو ب13 سنة تقريبا. وكانت تدعى في الجاهلية كما قلنا، أو تلقب بأم المساكين، وذلك لطيبتها وكرمها وسخائها وعطفها الشديد على الفقراء والمساكين في الجاهلية وفي الإسلام، وأن فضيلة الحب والرحمة والرفق بالفقراء والمساكين هي من الفضائل المتأصلة في نفسها رضي الله عنها، ولا يكاد اسمها يذكر في أي كتاب إلا مقرون بلقبها الكريم أم المساكين. ينبغي على المؤمنين وكذلك المؤمنات أن يستفيدون من رحمتها ورفقها، يعني يتبعونها، لأن هي كانت متأصلة بها سجيتها بأن تحب المساكين والفقراء، ليس دعاوى فقط حب المساكين، وإنما العمل والسعي إليه. وكانت عفيفة كريمة، كانت تشعر بسعادة كبيرة في العطف على المساكين والإحسان إليهم، لذا تكنيت بهذه الكنية. بعض الناس يعطفون على المساكين ويحبون المساكين، لكن لا يتلذذون بخدمتهم، لا يشعرون بسعادة حينما يقومون بهذا الواجب وبهذا العمل الكريم. وكانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أدت دورا بارزا مع نساء المسلمين في موقعة بدر في خدمة الجرحى وتضميدهم وتقديم الطعام والماء لهم كذلك. سمعت رضي الله عنها بالإسلام فأسرعت بالدخول فيه ولم تتردد. وقد اختلف العلماء من كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول إنها كانت عند الطفيل بن الحارث، طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، فطلقها فتزوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقتل عنها يوم بدر شهيدا. وهناك قول آخر وهو أقرب وأرجح في زواجها، أنها كانت زوجة للصحابي عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فاستشهد عبد الله بن جحش في أحد، وتزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قصة عبد الله بن الجحش له قصة
مع سعد بن أبي وقاص. والحديث هذا أو القصة يعني بعض العلماء يقولون بأنه ضعيف، يسير الضعف، مرسل، لكن قصة لا يوجد حكم ولا عقيدة فيها. عبد الله بن جحش وهو الذي يقال له المجدع، وذلك أنه التقى هو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عشية أحد، فقال عبد الله بن سعد عبد الله لسعد عبد الله بن الجحش قال لسعد بن أبي وقاص: ألا تأتيني ندعو الله، يعني أريد أن أدعو الله عز وجل، وأنت إذا اجتهد بالدعاء قبل دخول الحرب. فدخلوا في ناحية يعني بجهة، بدأوا كل واحد يدعو، فدعا سعد، فقال سعد في دعائه: اللهم إذا لقيت العدو غدا فلقيني رجلا شديدا بأسه، يعني قوي، يعني يريد أن يصارع ويقاتل رجل قوي شديدا غضبه، فأقتله فيك وأخذ سلبه يعني متاعه. فأما عبد الله بن جحش دعاه غير كان، قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا غضبه أقاتله فيك ويقاتلني، فإذا قتلني يأخذني فيجزع أنفي وأذني. شوف، لله وفي الله، يريد أن يموت في الله لا يكفي، لا، يقطع أنفي وأذني فيك. فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذناك، يعني أذنك، من الذي ولماذا جدع وقطع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. الله أكبر. فيقول: صدقت. قال سعد: كانت دعوة عبد الله خيرا من دعوته، ولقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه معلقا أو معلقان في خيط. وهذا دعوة عبد الله. في معركة أحد قبل أن يقتل انكسر سيفه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجون نخلة، فانقلب في يده سيفا، يعني يقاتل مع عرجون نخلة، فانقلب. هذا يعني كرامة من كرامة، إن صح الأثر يعني، فكان يسمى العرجون، ولم يزل ينتقل من رجل إلى رجل حتى بيعه. يعني هذا السيف أخذه صحابة بعدما قتل، هذا أخذه صحابة آخر، ثم قتل أو مات ثم أخذه غير بعده، حتى بيع من بغاء التركي ب200 دينار، يعني سوق تركي. وكان الذي قتله يوم أحد يقال أو يكنى بأبي الحكم ابن الأخنس ابن شريق، وكان عمره حين قتل عبد الله بن جحش 42 سنة، يعني شاب. ودفن عبد الله بن جحش هو وخاله وحمزة في قبر واحد، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. وكان عبد الله بن جحش من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجر الهجرتين، إلى هجرة الأولى إلى أرض حبشة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أو أمره على سرية، وهو أول أمير أمره، وقد غنم أول غنيمة غنمها المسلمون، وخمس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قسم إلى خمسة الغنيمة وقسم الباقي، فكان أول خمس في الإسلام، ثم شهد بدرا وقتل في أحد. وفي غزوة أحد توفي عنها أم المؤمنين زوجها، يعني زينب زوج عبد الله بن جحش رضي الله عنه،
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بترملها، صارت أرمل يعني، فرق لحالها فحزن لها وأرسل إليها بعد انقضاء عدتها يخطبها إلى نفسه، يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم ليجبر خاطرها. أي واحدة ما تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. من الذي لا يريد؟ أي امرأة إذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم فهي تسعى بكل سرور وبكل فخر يعني. وما أن وصل إليها الخبر إلى المهاجرة الصابرة، هذه كانت مهاجرة من المهاجرات التي أفجع فراق زوجها، حتى تمتلئ نفسها وروحها بسعادة ورضا من التكريم النبوي لها، فهي ستكون إحدى زوجاته عليه أفضل الصلاة، وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. واختلف العلماء في من تولى زواجها، يعني من الذي كان وليها ولي أمرها من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب إلى نفسها فجعلت أمرها إليها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد وأصدقها، أعطاها مهر 12 أوقية، وقد بنى بها أن دخل عليها حجرة إلى جانب حجرات الثلاثة، حجرة عائشة ثم حجرة سودة ثم حجرة حفصة، وأصبحت زينب رابعة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. وبعض العلماء قالوا إن الذي تولى زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم عمها قبيصة بن عمرو الهلالي، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، يعني قد تكون بدون ولي أمر، لأن لا تشترط في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين، أو تكون بأنه عمها قبيصة بن عمرو. وكانت السيدة عائشة والسيدة حفصة أسبق من السيدة زينب في دخول البيت النبوي، يعني أولا دخلت خديجة ثم عائشة ثم حفصة، ولكنها لم تشعر بالغيرة، يعني لم تشعر بالغيرة، ما كانت تهتم بمسألة الغيرة، هذه فضيلة يكفيها يعني، ولم تشغل بالها بالغيرة والمنافسة الدنيوية، فكانت تشعر بسعادة كبيرة في العطف على الله أكبر. انظر كيف مليئة قلبها بالرحمة، مشغولة بعطف على المساكين والإحسان إليهم، يعني تفكر كيف أعطف على المساكين، كيف أتعامل معهم، ما الذي يحتاجونه، وهكذا. فكانت تجعل وقتها كله في عبادة الله عز وجل، لذلك حق لها هذه الكنية بأم المساكين. وقد قامت السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها بدور بارز مع نساء المسلمين في موقعة بدر كما ذكرنا، في خدمة الجرحى وتضميدهم وتقديم الطعام والماء لهم. وكان زواجه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بها في رمضان من سنة الثالثة للهجرة، بعد زواجه بالسيدة حفصة، وقبل زواجه بالسيدة أم سلمة رضي الله عنهما. فلم يمض على دخول السيدة حفصة رضي الله عنها بيت النبوة وقت قصير جدا، يعني بعد زواج حفصة بعد فترة قصيرة يعني تزوج مع زينب، فكانت ذلك خامسة أمهات المؤمنين. وعاشت رضي الله عنها زينب في رحاب بيت النبوة ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قائم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وبخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، بخدمة المسلمين والعطف عليهم وحب المساكين والفقراء والإحسان إليهم.
ثم بدأت أيضا تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم الشرعي وتنهل من علمه ورحمته، فتزداد إيمانا يوما بعد يوم، ولم تذكر أخبار عن هذه المرأة العظيمة أخبار كثيرة، لأنها ما طولت زواجها معها إلا أن فارقته. لذلك أهل التاريخ والسير لم يذكروا عن حالها إلا القليل من أخبارها، خصوصا ما يتناول علاقتها ببقية زوجات عليه الصلاة والسلام. ولعل يعني بسبب مدة إقامتها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر المهم الذي حفظته لنا كتب السير والتاريخ هو ما ذكر ما حباه الله عز وجل من نفس مؤمنة امتلأت قلبها شغفا وحبا بما عند الله من نعيم الآخرة. فكان من الطبيعي أن تصرف عن اهتماماتها عن أمور الدنيا تعمر سببها حتى تعمر آخرتها. يعني المرء ينبغي عليه أن ينشغل بأمور الآخرة، لا ينشغل بأمور الدنيا، سواء الرجل أو المرأة. من هذه السير نتعلم أشياء كثيرة، منها عدم اهتمام في أمور الدنيا وتعلق بالآخرة وبناء الآخرة، أعمال يبنيها الإنسان، أعمال البر والتقوى والخوف من الله عز وجل والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا نتعلم من هذه الأخبار بأن كيفية البر مع الناس والصدقة وتفقد شؤون الناس والإحسان إليهم وغيرها من ألوان التراحم والتكافل. فهذه المرأة العظيمة استطاعت بذلك أن تزرع محبتها في قلوب الضعفاء والمساكين والمحتاجين، وخير شاهد على ذلك وصفها بأم المساكين، حتى أصبح هذا الوصف ملازما لها إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في المدة التي بقيتها زينب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمكث رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، فما هي إلا شهور قليلة حتى توفاها الله عز وجل. في بعض الروايات أنها لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاث وماتت، يعني زواجه كله شهرين أو ثلاثة. وفي بعض الروايات أنها أقامت عنده 8 أشهر وماتت سنة الهجرة، في ربيع الآخر سنة الهجرة 4 هجرة. ووفاتها الراجح أنها ماتت في 30 من عمرها، كانت صغيرة، يعني ما كانت يعني كبيرة سنيا حتى نقول خلاص آيسة، لا هي صغيرة 30 سنة عمرها، كما ذكر الواقد ونقل ابن حجر عن هذا. فلم تكن عجوزا، يعني فاتها من سن الصبا كما ذكر بعض العلماء، ولكنها كانت سعيدة قريرة العين بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورقت في سلام كما عاشت في سلام، رقدت في سلام كما عاشت في سلام. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع في شهر كما قلنا ربيع الآخر سنة 4 بعد الهجرة، وفازت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائها لها، فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكانت ثاني زوجاته وفاة في حياته صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وحين توفي تجددت أحزان النبي صلى الله عليه وسلم،
وتذكر بموتها أو تذكر بموت خديجة رضي الله عنها. فهذه قصة زينب بنت خزيمة، ينبغي المسلم يستفيد من هذه القصة. نحن نذكر هذه القصص والسير ليس لأجل التسلية أو كما يفعل الكفار قبل النوم يذكرون قصة لأطفالهم ثم ينام الطفل. نحن نستفيد من أعمالهم، حتى من أخطائهم نستفيد، لا نقع بأخطائهم. شوف هذه المرأة العظيمة كانت قلبها مليئة بحب المساكين، قلبها مليئة بحب الفقراء ومحتاجين، ولا تشغلها أي شاغل الدنيا. شوف حتى الغيرة ما عندها، مع أنها هي صغيرة. المرأة إذا الآن في زمن إذا قلنا لا تغان، تقول أم المؤمنين تغان، طيب أنت ليش هذا الجانب تذكرونه، تذكرين جانب زينب؟ يعني تحتجين بماذا؟ بأم المؤمنين عائشة وحفصة، لكن لا تحتجين بزينب. انظري كيف تعاملت مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عملها، وأشهر قليلة، لأنه متعلق بالله، والله عز وجل يحتاج إليهم، يعني الملائكة تنتظر إليها في الجنة، أشهر قليل وفازت فوزا عظيما. فينبغي أن نتعامل مع المحتاجين والمساكين والفقراء بالعطف، ونشعر بلذة عندما نساعدهم، ولا نساعدهم لنذلهم يعني، بل نساعدهم قربة إلى الله عز وجل، ولا نكتفي فقط إعطاء الماء وانتهى الأمر. الأمر ليس كذلك، لا بد الإنسان هو يسعى بنفسه ويجلس معه ويتواضع ويري نفسه أمام المحتاجين وهو سعيد وهو منهم، حتى يحبونه زيادة ويدعون له، يقولوا انظر هذا الشخص كم متواضع، يعطي طعام ويجلس معنا يأكل، ولا يمن علينا ولا يذلنا حينما يعطينا. هكذا ينبغي إنسان يستفيد من قصة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم وأكرم وأجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.